النشرة والثامنة للأخبار، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. رئيس الحكومة يؤكد إجراء الانتخابات البلدية في موعدها والمضي في الإصلاحات الضرورية، والنواب يقرون بوجود أزمة تجاذبات حقيقية. في لقائه برئيس الجمهورية الطبوبي يؤكد الإرادة المشتركة للتوفق إلى حلول لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بإشارات إيجابية ورسائل طمأنة. انتهاء عملية احتجاز رهائن جنوب غرب فرنسا بمقتل 4 أشخاص من بينهم منفذها وتنظيم داعش الإرهابي يتبناها. انعقدت اليوم جلسة عامة في مجلس نواب الشعب مخصصة للحوار مع الحكومة حول الوضع العام في البلاد. الجلسة افتتحها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بكلمة شخص خلالها هذا الوضع خاصة على المستوى السياسي والاقتصادي. أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم أمام البرلمان أن حكومته اتخذت الإجراءات الضرورية لإجراء الانتخابات البلدية المقبلة، وأن مساعي كل الأطراف الرافضة للاستحقاق البلدي ستمنى بالفشل، مبينا أن الدولة متمسكة بالديمقراطية التي تبنى أساسا على الانتخابات. التوانسة رغم كل الصعوبات ما زالوا متمسكين بمكاسب ثورتهم، متمسكين بالديمقراطية وبالحرية وبالدولة المدنية، واحنا خيارنا واضح لا رجعة فيه. الديمقراطية في تونس ما تنجم تبنى كان في إطار الطابع المدني للدولة اللي ما يميزش بين مواطنيها لا على أساس العرق ولا على أساس الدين ولا الجنس. هذه الديمقراطية، وأهم ما تبنى عليه الديمقراطية هي الانتخابات. وعدد الشاهد التحديات التي واجهت وتواجه حكومته، ومن أبرزها التحدي الاقتصادي، مؤكدا أن عجلة الاقتصاد الحقيقي عادت للدوران، لكن العائق الأبرز هو المالية العمومية. المالية العمومية مشكلها هيكلي، معناها يلزم حلول هيكلية وما يتصلحش في نهار وليلة. مشكل المالية العمومية جاء نتيجة تراكمات متاع السنين اللي فاتوا، وحتى عودة الروح الاقتصاد الحقيقي اللي تحدثت عليها ما هيش كافية باش تصلحه. وتدرج الشاهد للحديث عن الصناديق الاجتماعية الذي تعهد بالمضي في إصلاحها والمؤسسات العمومية مهما كان الثمن السياسي، لافتا إلى أنه سيطلب الأسبوع القادم من الشركاء الاجتماعيين موقفا نهائيا من مشروع القانون المعروض عليهم. وإذا الإصلاح عنده كلفة، فأنا من موقع هذا نجم نقول لكم أن كلفة عدم الإصلاح أغلى برشا وأغلى بكثير. وطبعا نحن نأمل في توافق كل الأطراف المعنية حول مقترحات الإصلاح اللي قدمناها لكم، ولكن فما أجال وفما مصلحة عليا للوطن، وهذا علاش احنا متحملين مسؤولياتنا باش نمشيو في طريق الإصلاح أي كان الثمن السياسي اللي يمكن أن ندفعوه. وفيما يتعلق بقطاع التعليم، بين الشاهد أنه لا أحد ينازع في مطالبة المربين بحقوقهم المادية والأدبية، لكنه اعتبر أنه من غير المقبول مطلقا ارتهان مستقبل التلاميذ في إطار مفاوضات شغلية ومطلبية قطاعية. وحتى حد ما ينجم ينازع في مطالبة المربين بحقوقهم المادية والأدبية، وإحنا دائما ساعين للتفاعل معها بإيجابية في إطار ما هو ممكن حسب الإمكانيات المالية للدولة، ولكن أيضا من غير المقبول مطلقا أنه في إطار المطلبية هذه ناخذ مستقبل أبنائنا ونجاح السنة الدراسية كرهائن في إطار مفاوضات شغلية. هذا أمر غير مقبول وهذا أمر غير صحي. وكان رئيس الحكومة قد بيّن في بيانه أمام المجلس تمسك حكومته بمواصلة عملها من أجل تطبيق محاور وثيقة قرطاج، مؤكدا أن تقييم أداء الحكومة لا يعد أمرا مقلقا. وقد دعا عدد من النواب إثر هذه الكلمة لائتلاف الحاكم إلى تحمل مسؤولية ما وصفوه بالفشل، بعيدا عن سياسة البحث عن كبش فداء. هي جلسة حوار بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ونواب مجلس الشعب بخصوص الأوضاع في البلاد، بدت من خلاله مواقف النواب متباينة ومتقاطعة في بعض الأحيان. البيان كان واضح، جات فيه النقاط الكل، ونطلب أكثر مزيد، وأيضا باش نكونوا معنا واضحين، فما بعض الرهانات في بعض الوزارات أو بعض الوزراء اللي ممكن ما همش قاعدين قائمين بواجبهم. اتفق مع السيد رئيس الحكومة فيما وضعه من أولويات المرحلة، ونعتقد أن المحافظة على استقرار البلاد ومزيد التقدم في مكافحة الإرهاب والفساد وإجراء الانتخابات البلدية كاستحقاق وطني في موعدها. قال حان الوقت للإصلاحات الكبرى في تونس، فما ناس قتلوا حان الوقت للمغادرة، وهذه ما يفسر مطالبهم
بإقالة وإطاحة بحكومة يوسف الشاهد. وإحنا نعرفه متأكدين التوانسة الكل اللي عدم الاستقرار السياسي هو في حد ذاته مما أدى الأزمة الاقتصادية والمالية اللي تمر بها البلاد. فيما ذهب نواب آخرون إلى وجود رسائل واضحة وموجهة من قبل رئيس الحكومة. رئيس حكومة يدافع عن نفسه ويدافع عن منصبه عكس ما ادعى أنه رجل دولة ويبحث على مستقبل شعب من خلال التودد المبالغ فيه لرئيس الجمهورية من خلال تذكيرنا أنه ينتمي لحزب نداء تونس. الرسائل غير مطمئنة، ورئيس الحكومة تحول من موقع رئيس الحكومة إلى موقع الوزير الأول بامتياز. يتحدث على الملف مقاومة الفساد بالمرة، وهذا دليل على كونه وكأنه معناتها كان سيعاقب حول هذا الملف. وضع يقتضي نقد ذاتي لأحزاب الائتلاف الحاكم لما يسمى بوثيقة كارتاج ولأدائهم، وأنهم يحاسبوا رواحهم علاش فشلوا ويحاولوا يتجاوزوه، هذا ما يحبوش يمشوا فيه مالوريزمون. كي نسمع رئيس الحكومة يقول كونه سنذهب في الإصلاحات مهما كانت الثمن، تمنيت كونه الخطاب هذايا يكون عام ولا عام ونص لتالي وقت اللي يحصل على ثقة. لخص أزمة تونس تقريبا في الأزمة المالية، صراحة ماهوش أزمة تونس في أزمة مالية بقدر ما هي أزمة حوكمة، أزمة برامج، أزمة خيارات. وإجمالا فإن لدى نواب مجلس الشعب اتفاق حول التشخيص السياسي والاقتصادي لرئيس الحكومة بخصوص الوضع العام للبلاد وإقرار بوجود أزمة تجاذبات حقيقية. وكانت الأوضاع العامة في البلاد والإشكاليات الراهنة محور لقاء جمع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي. وقد أكد الطبوبي أنه تم خلال هذا اللقاء التأكيد على الإرادة المشتركة للتوفق إلى الحلول الكفيلة بإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ودفعها نحو الأفضل وإعطاء إشارات إيجابية ورسائل طمأنة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد. لقاء اليوم مع سيادة رئيس الجمهورية هو كما تعرفوا حسب دقة المرحلة والوضع اللي نمر به، تبادلنا وجهات النظر، تطرقنا في العمق إلى عديد الإشكاليات، ولكن لابد من إيجاد في أسرع الوقت معناها الحلول والبدائل والخيارات اللي تخلينا نخرجوا من الوضع خاصة الاقتصادي وكل المؤشرات اللي وصلت لهم البلاد الكل. هناك إرادة معناها اليوم لإصلاح والخروج من هذا المأزق حتى نعطي إشارات إيجابية ورسائل طمأنة لأبناء شعبنا في هذا الظرف الدقيق والحساس بالذات. خلال ندوة صحفية عرضت اليوم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا حول أسباب الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب. أسباب تواصل الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب وآلية المعالجة القضائية لهذا الإشكال نقاط تبادل الإجابة عنها في تقرير بعنوان القضاة التونسيون منخرطون في مناهضة الإفلات من العقاب، تقرير عرضت نتائجه خلال ندوة صحفية. أبرز التوصيات هي موجهة للسلطة السياسية، موجهة لانتداب متعلقة بانتداب القضاة، متعلقة بتكوين، هي موجهة للمجلس النواب لتنقيح القوانين، موجهة أيضا للسلطة السياسية لتوفير كل الضمانات للقاضي حتى يتمكن من أنه يحاسب وحتى يتمكن من أنه يحمل المسؤولية للأطراف اللي هي تتسبب فيها. جهاز شرطة قضائية ضروري جدا اليوم، لأنه كل البطاقات اللي تصدرها السلطة القضائية تتم عن طريق الجهاز الأمني. وتضمن هذا التقرير عدة إشكاليات اعترضت القضاة، أبرزت الأسباب مختلفة لتواصل الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب. التقرير تضمن المشاكل الأساسية، لمشاكل هيكلية، مشاكل قانونية، مشاكل تتعلق بضمانة القاضي، مشاكل تتعلق بكل ما يتعلق بالمنظومة القضائية من سلطة. يعني القاضي اليوم ما عندوش القدرة أنه ينجم يجيه الأبحاث معناها في أوقات معناها في أسرع الأوقات. الأسباب التي تؤدي إلى تواصل ظاهرة الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب عددناها وحصرناها في ثلاثة أسباب، أسباب هيكلية وأسباب قانونية وأسباب واقعية. وسيوجه هذا التقرير إلى كل من وزارة العدل ووزارة الصحة وعدد من الأطراف المعنية قصد الحد من تواصل الإفلات من العقاب في جرائم التعذيب والحد من تفشي الحصانات.
استقبل رئيس الجمهورية البلجيكي قائد السبسي اليوم في قصر قرطاجة الدكتور عبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإسيسكو الذي يزور تونس للمشاركة في فعاليات الملتقى الإقليمي الثاني حول الأدوار الثقافية الجديدة للمجتمع المدني في تعزيز ونشر ثقافة الحوكمة الرشيدة. وثمن رئيس الجمهورية بالخصوص مشاريع التعاون القائمة بين تونس والإسيسكو. واستعرض الدكتور التويجري ما تم الاتفاق عليه خلال هذه الزيارة من مشاريع ومبادرات. في فرنسا انتهت عملية احتجاز رهائن جنوب غرب البلاد بمقتل 4 أشخاص من بينهم منفذو العملية. مرة أخرى الإرهاب يضرب في فرنسا ويختار خلافا للهجمات السابقة التي نفذت في مدن كبرى يضرب منطقة نائية في جنوب البلاد. عملية طلق ناري استهدفت عناصر للشرطة الفرنسية أسفرت عن إصابة أحدهم بجروح أعقبت باحتجاز عدد من الرهائن في متجر ببلدة تريبا الهادئة. العملية الأمنية انتهت باقتحام رجال شرطة المتجر بعد إجلاء الرهائن لتنتهي بمقتل 3 منهم حسب المصادر الأمنية إلى جانب القضاء على المهاجم. وحسب ما توفر من معلومات نقلت عن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب الذي تحول إلى مسرح العملية، فإن منفذ الهجوم شاب مغربي الجنسية لم يتجاوز 25 من العمر، ينتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي، وكان يعيش تحت المراقبة الأمنية بسبب ما عرف عنه من ممارسات متطرفة دينيا. وطالب بالإفراج عن صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي والناجي الوحيد من هجمات نفذها تنظيم داعش في باريس سنة 15 و 2000 وأسفرت وقتها عن مقتل 130 شخصا. خطر الإرهاب في فرنسا أصبح اليوم قويا جدا. لم نعرف عمليات إرهابية طيلة الأشهر الماضية، لكن اليوم تصلنا عدة مؤشرات تفيد بإمكانية وقوع هجمات إرهابية أخرى في فرنسا، واليوم وقع المحظور دون أن نتمكن من التصدي له. ومن بروكسل حيث يحضر قمة أوروبية أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الطابع الإرهابي لعملية تريب، مشيرا إلى أن فرنسا ما زالت في مرمى الإرهاب. في الشأن الثقافي وعالم الكتابة والمطالعة، ملامح برمجة الدورة 34 لمعرض تونس الدولي للكتاب كانت اليوم محور ندوة صحفية عقدها منظم هذه الدورة. نقرأ لنعيش مرتين هو شعار الدورة 34 لمعرض تونس الدولي للكتاب، دورة ستحظى فيها المرأة باهتمام خاص من خلال وضع برنامجها الثقافي تحت عنوان نساء بلادي نساء ونصف، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بالأطفال، ذلك ما تم ذكره في ندوة صحفية تم عقدها بالمناسبة. أطفالنا يستحقون أن ينفتحوا هم أيضا على ثقافات أخرى وأن يروا رؤية العين فرق وحكواتين وقصصين وأدباء للأطفال من بلدان مختلفة، من كندا، من أمريكا، من بلغاريا، من روسيا التي ستكون ضيف شرف. دور نشر جديدة ستكون حاضرة في هذه الدورة، وسيتم العمل على مراقبة نوعية الكتب المعروضة من خلال لجان مراقبة. تشكلت لجان، يعني هاللجان هذه مش تعمل دور على الأجنحة وتتأكد من قائمة الكتب اللي وقع إرسالها للمعرض حتى يقع قبول دار النشر هذه. حفل الافتتاح ستوزع خلاله جائزتان مستحدثتان لمستحقيها، وهي جائزة توفيق بكار التقديرية وجائزة فاطمة حداد الخاصة بالدراسات الفلسفية. معارض العالمية الكبرى مثل معرض فرانكفورت، معرض القاهرة، معرض الرياض الدولي أصبحت فيها جوائز للكتاب. الصحفيون الذين حضروا ندوة صحفية الخاصة بهذه التظاهرة الثقافية أشار بعضهم إلى تداعيات سلبية للتعيين المتأخر لإدارة التظاهرات الثقافية على غرار معرض تونس الدولي للكتاب. لما تكون ثم إدارة قارة أكيد باش يكون الأعداد مسبق ويكون في أريحية ويكون ثم اختيار أفضل حظ أفضل للقراء. الجزائر ستكون ضيفة شرف هذه الدورة التي ستنطلق يوم 6 من شهر أبريل القادم وتتواصل إلى غاية 15 منها بقصر المعارض بالكرم. وقبل انطلاق المعرض الدولي للكتاب تطفو مرة أخرى مسألة علاقة التونسي بالكتاب. كاميرا الأخبار سألت عددا من التونسيين حول هذه العلاقة.
قيل إنه أصدق صديق وأوفى أنس، وقيل أيضا خير جليس في الزمان كتابه، ينهل من بحر علمه وتنسج على صفحاته العلوم والأشعار والأفكار، تختار عناوينه بدقة، فبين أسطر صفحاته الأسئلة والأجوبة. ورغم هذه القيمة المعرفية للكتاب، فإن آخر الدراسات تشير إلى علاقة تنافر بين التونسي والكتاب. انت تقرا ولا ليلي؟ ما عنديش وقت بعد خدمه تعب نو. فما برشا شباب ياخر. انت تقرا؟ نقرا. اخر كتاب قريته وقته؟ نقرا فيه توا في فكرة مريولك. بالعكس، تونس اليوم ابعد ما يكون عن قراءه الكتاب حقيقه، مش في تونس بركة، على مستوى العالم العربي اليوم فما عزوف عن الكتاب، خاصه بعد اليوم بعد الطفره الالكترونيه. تو عنده البي سي هذا يخدم كل شيء، الفيسبوك والانترنت غالب على كل شيء. وانا كأم نشجع في ولادي، وعندي مكتبة جميلة برشا. نقرأ في الشهر كتاب ساعات، والأكثر نقرأ جريدة. هي علاقة التونسي مع الكتاب مناسبتية في الغالب. وإن كان الإقبال على المطالعة ضعيفا، فإن الحلول متعددة. الحل رب ولادنا ساعة، رب ولادنا شوية وريهم كيفاش يقرأوا. هو أنا علاش باش نقرأ؟ شنو باش نستفيد كي نقرأ؟ مسألة وعي، لابد اليوم من نرجعوا حتى في مناهجنا التعليمية اليوم نأكدوا على أن مسألة المطالعة والقراءة منذ الصغر. الأسوام نطيحوا فيهم شوية، نشوفوا الأسوام على خطر غاليين. وأكثر من هذا يزموا في التعليم، التعليم عنده يظهر لي نصيب كبير في العملية هذه. بين أسعار الكتاب ومنافسة المحامل الإلكترونية وتسارع نسق الحياة، تختزل أسباب القطيعة مع الكتاب الذي يبقى أساسا مجتمع المعرفة. في الختام إليكم تذكيراً بالعناوين. رئيس الحكومة يؤكد إجراء الانتخابات البلدية في موعدها والمضي في الإصلاحات الضرورية، والنواب يقرون بوجود أزمة تجاذبات حقيقية. في لقائه برئيس الجمهورية الطبوب يؤكد الإرادة المشتركة للتوفق إلى حلول لإصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بإشارات إيجابية ورسائل طمأنة. انتهاء عملية احتجاز رهائن جنوب غرب فرنسا بمقتل 4 أشخاص من بينهم منفذها وتنظيم داعش الإرهابي يتبناها. يمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.